محمود أشرف من مصر، المتسابق عن فئة الكوميديا والمسؤول أنه يحط البسمة على وجوه أعضاء لجنة الحكم وأكيد الجمهور. ازيكم؟ الموضوع بدأ معايا من سنة ونص تقريباً، كنت جعان زي ما أي حد بيجوع عادي يعني، فبسأل عاملة لنا أكل إيه النهاردة يا ماما؟ عاملة لك بامية. يا أمي ما أنت عارفة إن أنا ما بحبش البامية، دي جميلة دوقها بس. ما هو أكيد أنا ما بحبهاش مش عشان في بيني وبينها قواضي لا سمح الله، ما بحبهاش عشان دوقتها وطعمها ما عجبنيش. يا ابني دوقها بس، دوقها دوقها بس. هو أنا بتفطم؟ والله دوقتها قبل كده. بعدها بأسبوع عاملة لنا أكل إيه النهاردة يا ماما؟ عاملة لك البامية اللي بتحبها. بحبها إيه؟ ما أنت لسه مأكلهاني غصب عني الأسبوع اللي فات. فقررت إن أنا أعمل فيديو على السوشيال ميديا أقول فيه إن أنا ما بحبش البامية. الغريبة بقى إن أمي أول ما شافت الفيديو ضحكت جدا وقالت لي جملة غريبة قوي. للدرجة دي أنت ما بتحبش البامية؟ ده على أساس إن كل ده كنت بشرح لك قوانين في صغرس، ومن يوميها لحد النهاردة ما عملتليش بامية. وده لفت نظري لحاجة مهمة جدا، إن ممكن تكون الضحكة هي وسيلة لتغيير سلوك في المجتمع، ومن هنا بدأت الرحلة. بس لو بصينا للموضوع من منظور تاني هنلاقي إن نفس طبق البامية ده كان ممكن يكون سبب في تغيير مستقبل شخص، بس مش هاكلها برضه. فنشوف كيف رح تترجم آراء لجنة الحكم بعلامة على 75، 55 على 75،